السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو من قناة سمو بو. فحلقة اليوم ما نكونش يعني ما قدمش لكم شي حلقات ربحية ولا مواقع ربحية، فغتكون فقط عبارة يعني عن حلقة صغيرة نقدم لكم فيها واحد الهدية. بزاف الناس كانوا يسولوني علاش مبقيتش تندير الهدايا في القناة، ف يعني كنت تنديرها وباقي تنديرها ومازال غادي نديرها ان شاء الله. فبالنسبة لهدية اليوم كنت غنقدم لكم هدية ديال الكاميرا، لكن للاسف يعني وقعت شي ظروف، لهذا قررت ندير لكم يعني اثنان اشخاص الذين سيقومون بالفوز في هذه المسابقه، ستكون الجائزه عباره عن ميكرو، يعني اثنان من الميكروات، لان هناك العديد من الطلبات كانت حول الميكرو حسب الاحصائيات التي قمت باخذها في صفحتي وكذلك في حسابي الرسمي على الفيسبوك، ويمكن كذلك مراجعه الصفحه من خلال الرابط الذي ستجده اسفل هذا الفيديو. فبالنسبة لطريقة المشاركة في هذه المسابقة، أول شيء يعني ستقوم بكتابة تعليق أسفل هذا الفيديو، يعني تعليق، أنت ستقوم بكتابة أي تعليق، المهم أن لا يكون أي تعليق اشترك في قناتي أو اشترك في قناتك، لأن كل تلك التعليقات تكون في يعني في أسبام أو تذهب إلى أسبام، وكذلك يعني فقط ركز على تعليق واحد وليس 10 تعليقات مثل ما يقومون بعض الأشخاص بكتابة يعني 10 تعليقات أو 10 حروف فقط أو نقط أو شيء مثل هذا، لأن كل التعليقات كلها تذهب إلى أسبام. فثاني شيء وهو أن تقوم بمشاركة هذا الفيديو الذي تشاهده الآن، تقوم بمشاركته على حسابك في الفيسبوك، يعني أي شخص يفوز معنا سنقوم بالتركيز على مشاركة هذا الفيديو في صفحته في صفحتي على الفيسبوك، أي أنه يجب علينا أن نتأكد من أنك يعني قمت بنشر بالطبع يعني هذا الفيديو في حسابك، في حال يعني رأينا غير ذلك سنقوم بأخذ يعني فائز آخر. فكذلك يعني ثالث شيء وهو أن تكون مشترك في القناة، في حال لم تشترك بعد في القناة فحاول الآن أن تقوم بالاشتراك في القناة. فهذه هي 3 شروط التي يجب عليك أن تتوفر عليها حتى تقوم بالمشاركة في القناة، فبالنسبة أو مشاركة في هذه المسابقة بالطبع. فبالنسبة للطريقة التي سنقوم بالعمل بها أو سنقوم بالسحب بها الفائزين، فسنقوم بأخذ موقع، ذلك الموقع سيأخذ لنا تعليقات عشوائية من الفيديو، أي هذا الفيديو الذي قمت بالتعليق به سنقوم بأخذ يعني تعليق عشوائي، وصاحب التعليقين الذي سيظهر لنا سيكون فائز في هذه المسابقة، وسيتم شراء له الميكرو المتفق عليه. على العموم يعني كان هذا هو في الحلقة، وكان هذا هو فيديو اليوم. في حال أعجبك هذا الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك لا تنسى أن تقوم بالاشتراك في قناة في حال لم تشترك بعد في قناة، وفي حال كنت مشترك في قناة ركز على أن تكون يعني مفعل للجرس. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.